مشاهدينا في المملكة العربية السعودية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم الأحوال الجوية المتوقعة خلال أيام هذا الأسبوع، حيث نتوقع أن تكون الأجواء شديدة الحرارة في معظم مناطق المملكة، وأيضا هناك نشاط لرياح البوارح في المنطقة الشمالية والوسطى، وتكون مثيرة للغبار والأتربة خاصة بعد يوم الأربعاء وفي نهاية هذا الأسبوع. مشاهدينا، فاصل ونواصل. مشاهدينا، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. نبدأ من يوم الأحد. يوم الأحد حيث تكون الأجواء حارة في معظم مناطق المملكة، لكنها تقريبا حارة نسبيا إلى حارة في المناطق الشمالية الغربية، بتكون العظمى 38 والصغرى 25. الشمالية الشرقية أجواء حارة، العظمى 42 والصغرى 29. المنطقة الشرقية 40 إلى 32، والمنطقة الوسطى والرياض 45 إلى 32، أجواء حارة إلى شديدة الحرارة. المنطقة الغربية 37 إلى 31، والمنطقة الجنوبية الغربية أجواء غائمة جزئيا 31 إلى 24 درجة مئوية. يوم الاثنين أيضا استمرار الأجواء الصيفي، الأجواء الحارة نسبيا إلى حارة في المناطق الشمالية الغربية 38 إلى 25. الشمالية الشرقية أجواء حارة 42 إلى 30، والمنطقة الشرقية أيضا أجواء حارة 41-33، الوسطى شديدة الحرارة 45 إلى 32، والمنطقة الغربية حارة 37 إلى 31، والمنطقة الجنوبية الغربية 30 إلى 23 درجة مئوية. يوم الثلاثاء تبدأ درجات الحرارة بالارتفاع في المنطقة الشمالية وخاصة الشمالية الغربية، بحيث تصبح الأجواء حارة، العظمى 37-26، والمنطقة الشمالية الشرقية 42-30، المنطقة الشرقية أجواء حارة 42-34، وأجواء شديدة الحرارة في المنطقة الوسطى 45-34، والمنطقة الغربية 37-21، والمنطقة الجنوبية الغربية 31-24 درجة مئوية. يوم الأربعاء الارتفاع واضح على المنطقة الشمالية الغربية، أجواء حارة 39-27، المنطقة الشمالية الشرقية 43-31، المنطقة الشرقية 41-33، والمنطقة الوسطى ارتفاع ملموس، أجواء حارة إلى شديدة الحرارة 47-34، والمنطقة الغربية 36-39 العظمى والصغرى بحدود 31، المنطقة الجنوبية الغربية أجواء غائمة جزئيا مع احتمال سقوط زخات رعدية من مطر في فترة ما بعد الظهر والمساء، والعظمى 31 والصغرى 24 درجة مئوية. يوم الخميس أجواء حارة في معظم المناطق وشديدة الحرارة في المنطقة الوسطى، وتنشط الرياح وتكون مثيرة الغبار والأتربة أحيانا. المنطقة الشمالية الغربية 41-27، المنطقة الشمالية الشرقية 43-31، المنطقة الشرقية 38-40 العظمى والصغرى 34، المنطقة الوسطى أجواء مغبرة 46-33، والمنطقة الغربية ما بين 35-39 العظمى والصغرى 31، المنطقة الجنوبية الغربية أجواء غائمة جزئيا مع سقوط زخات متفرقة من المطر أو احتمال سقوط زخات متفرقة من المطر في فترة الظهر وما بعد الظهر 30-24 درجة مئوية. ويوم الجمعة إن شاء الله أجواء حارة إلى شديدة الحرارة 42-27 الشمالية الغربية والشمالية الشرقية 43-31، المنطقة الشرقية 41-35، والمنطقة الوسطى 44-33، والمنطقة الغربية 36-39 متوسط العظمى والصغرى 31، والمنطقة الجنوبية الغربية غائمة جزئيا مع احتمال سقوط زخات متفرقة من المطر 32-23 درجة مئوية. مشاهدينا، شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.